إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض الكوسه المحشيه لحمه مفرومه. هنعملها بطريقه سهله جدا، هتحب تعمليها على طول، ولو حتى حد عندك مش بيحب الكوسه بعد الطريقه دي ان شاء الله هياكل الكوسه. انتوا عارفين طبعا فوائد الكوسه، الكوسه جميله جدا يا جماعه، حلوه جدا للمعده، لها فوائد كتير جدا. حلوه جدا للمعده، دي الكوسه بالذات بتبطن الغطاء الغشاء بتاع المعده، يعني شايفين فوائدها كبيره جدا، يعني ربنا انعم علينا بحاجات، كل الحاجات اللي ربنا خلقها لنا لها فوائد كتير عظيمه يعني سبحان الله. هنعمل بقى الكوسه، الكوسه طبعا كمان منشطه للذاكره من ضمن الفوائد بتاعتها، فان انت كمان يبقى عندك اطفال او للكبار كمان لو تعملهم شوربه خضار، تدخلي الكوسه في اي حاجه، ممكن تسلقيها وتفرميها في الكبه ويتاكلها لاطفالك الصغيرين، يعني فوائدها عظيمه جدا. فهنعمل، انا معايا كيلو ونص من الكوسه حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها بقى براحتك، يعني انا جايبه معايا كيلو ونص كوسه، ومعانا كمان نص لحمه مفرومه، ومعايا صلصه عليها زيت مسبق، يعني انا بس مخليها تغلي شويه وحط عليها زيت، مش هحتاج الصلصه دي كلها طبعا، انا هاخد منها. ومعانا كمان بصلتين مفرومين كبار، كل ما تكتري البصل على اللحمه المفرومه للحشو بيبقى جميل جدا، بيبقى مسكر كمان وحلو. معانا بقى اختياري شويه خضره، مثلا عودين بقدونس على عودين شبت على عودين كزبره، تاخدي منهم شويه لو مش عايزه خضره براحتك، يعني دي اختياري. معايا كمان توم مفروم وشويه فلفل حامي مفروم، ده اختياري برده طبعا، الحامي لو عايزين حامي حطه، مش عايزين خلاص. البهارات بقى اللي هنحطها ايه؟ ملح وبهارات لحمه وكزبره، معلقه يعني صغيره من كل نوع، معلقه بابريكا ومعلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره وملح. هنبدا بقى نحط الخليط الاول، نخلط اللحمه الاول مع الحاجات اللي موجوده دي معانا، وبعد كده هنشوف هنعمل في الكوسه ايه. تمام كده، دي اللحمه معانا، هنضيف عليها البصل وكمان الشطه ومكعب، دي المكعبات التوم اللي انا عملتها معاه، اللي انا فرزته معاكم قبل كده. تمام، هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، كل ده هنعمل له خلطه في بعضه زي ما انتم شايفين. وهناخد بقى شويه خضره صغيرين، انا مش هحط الخضره دي كلها، بتطعم بس الخضره يا جماعه، بتطعم الحاجه بصراحه يعني قوي. اللي عايزه بقى تضيف رز عليها براحتك، لكن انا هعملها لحمه بس. لو عايزه مثلا تحط 3 4 معالق رز على عليها، تحطيهم عليها عادي براحتكم. هضيف بس، هاخد كمان برده معلقتين صلصه على الخليط كده، معلقتين صلصه بس ولا حاجه، اهي بس كفايه كده. حطيت الخليط كله كويس مع بعضه اهو، كده تمام. هركن بقى، انا عملت الخليط ده الاول ليه؟ عشان اركنه شويه مثلا حوالي نص ساعه او كده، على بال ما انا اور الكوسه. الكوسه بقى طبعا دي انا مش هورها بمقوار ولا اي حاجه خالص، وهوريكم الطريقه ومش هتتعبي فيها خالص، يعني مش هتحتاج المقوار اصلا فيها خالص. ريحه اللحمه بقى عايزه اقول لكم جميله جدا يا جماعه، مع التتبيله اللي احنا بنتبلها لها دي، حلوه حلوه قوي يعني. بس كده هركن بقى دي واوريكم الكوسه هنعمل فيها ايه. بالنسبه للكوسه بقى، انا هحتاج في الوصفه دي اللي بتاعت الحشو دي، الكوسه اللي هي ايه، التخينه شويه زي كده، مش الكوسه الصغيره قوي اللي زي دي، يعني انا جالي في الكوسه كوسه صغيره كده، انا هعملها بقى، هحشيها، احاول اورها كده وعشان، لكن انا يستحسن ان احنا نجيب الكوسه اللي هي التخينه شويه دي، وطويله بقى عادي، لو طويله مش مشكله، احنا كده كده هنقطعها. بعمل ايه بقى في الكوسه؟ بحتاج المقوار ده عشان حاجه واحده بس، ان انا بعمل ايه، بدي لها منظر كده زي ما انتم شايفين خطوط اهي، اللي حابب يعني يعمل كده براحتكم، مش حابين عايزه تسيبها يعني مسح عادي براحتك برده، بس طبعا بتكون غسلين الكوسه كويس جدا يا جماعه، لازم تغسلي الكوسه كويس جدا. انا برده هعملها كده كلها، شايفين انا عملتها ازاي، بتدي منظر حلو جدا اهي زي ما انتم شايفين. وهعملها اقطعها من واقطعها برده
بقطع الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت برضه كده اهي. نعمل تاني. حتى لما تيجي تحشيها رز بس، يعني في ناس بتحشيها رز بس خالص، يعني زي محشي البذنجان والكروب وكده، تعملها بالرز والخلطه يعني العاديه عادي يعني. لكن احنا قلنا نعمل بقى محشي كوسه باللحمه، عشان برضو بنحاول ان احنا نخلي ايه اللي بيحبش الكوسه ياكلها، بنعمل اي طريقه عشان ياكلوها يعني. فكده زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا، بس لسه هقطعها معاكم برضو. الكوسه طبعا تجيبيها طازه وخضره، ما تجيبيش الكوسه الصفراء الدبلانه، وانت بتنقي الكوسه لازم تجيبيها خضره وحلوه يعني. اهي سهله جدا جدا. هخلص بقى الكميه كلها واغسلها تاني، وبعدين اوريكم هقطعها بقى ازاي ونقورها مع بعض ازاي، هوريكم كل حاجه خطوه بخطوه يا بنات. ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص كده يا جماعه، انا عملت الكوسه زي ما انتم شايفين كده وغسلتها تاني. طبعا غسله حلوه اهم حاجه يا جماعه في الخضار كله، ان يعني تغسلي الخضار كويس. هنعمل ايه بقى؟ الكوسه دي عشان قصيره مش طويله هنقطعها اتنين، شايفين كده؟ هوريها لكم على الطبق برده ده عشان تبقوا شايفين. يعني الكوسه هنقسمها نصين اتنين كده. بسم الله اهي، كل الكوسه هنعملها بالطريقه دي. لو الكوسه طويله شويه اقسميها خليها تلاته على حسب ما انت جايبه الكوسه كده، عشان طازه بتعمل عامله الصوت ده، معلش اهي زي ما انتم شايفين كده. كل الكميه انا هقطعها كده بقى اهي بالظبط، احنا بنعملها اتنين كده عشان ما نعملش صوت اهي بالشكل يعني بعينيك. انت طبعا هتبقي شايفه كل حاجه بقى، انا هتبقوا اساتذه بقى في الطبخ يعني ان شاء الله. يعني البنات اللي بادئين كل ما انت تعملي بنفسك الاكل هتلاقي نفسك بقيتي استاذه، وتاخدي بالك من الملح بقى وكل حاجه يعني ان شاء الله. انت عشان لسه مبتدئه بتبقى خايفه تعملي حاجه، لكن لا ابدا ما تخافيش خالص، وتبقي جريئه كده وانت بتعملي الاكل، كل حاجه ان شاء الله تطلع حلوه. واحده على واحده هتتعلمي، كلنا يعني كنا كده اهي كده. اقطع كل الكميه كده قدامكم، بعد كده هنعمل الخطوه اللي بعدها كده تمام. الصغيرة دي بقى هخليها بحالها، اعملها اورها لوحدها. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ نحط بس دول هنا. وهنعمل ايه بقى يا جماعة؟ احنا هنقور كل تقورنا هيبقى بالمعلقة، مش هيبقى بالمقوار. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سهل جدا اهي. هناخدها لحد الاخر خالص، هنفتحها من ناحيتين الاثنين. هوريكم الطريقه دلوقتي. انا عملت بظهر المعلقه، ممكن تعملي بدي، بس دي طبعا بتبقى كبيره شويه، فظهر المعلقه عشان القصص مش كبيره قوي نعمل بظهر المعلقه احسن، مفضل يعني. وبرده ما نخليهاش، عايزين نخليها سميكه شويه اهي. هنفتحها من ناحيتين من هنا كمان راحة كده، سهلة جدا عشان ما تتشرمش منك. اسهل طريقة يا جماعة دي للكوسة يا بنات، انا اقصد بنات كمان عشان هما اللي بيبقوا خايفين يعملوا الحاجات دي، وعشان كمان تحبوا الكوسة وتاكلوها مغذية جدا زي ما انا قلت لكم، ولها فوائد كبيرة. شوفوا انا خرموها من هنا ومن هنا ازاي اهي، عشان ما تبقيش خايفة بقى ان انت تخرمي الكوسة. هي دي الطريقة الصح اللي انا قلت لكم عليها واسهل طريقة. عملنا واحدة شايفين، وعايزينها سميكة كده من هنا عشان تستفيدي بالكوسه، مش تخليها رقيقه، لا لا تخليها نفس السمك كده كده عشان تستفيدي بالكوسه ذات نفسها. هعمل معاكم واحده كمان. بسم الله، يا رب تكون الطريقه باينه قدامكم، اوعوا تكونوا ما حطيتوش لايك لسه. اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو علشان كل الناس تستفيد. وانا متشكره لكم جدا برضو ان انتوا بتشاهدوا وتحطوا لي لايك، شكرا لكم يعني.
اهو. وشكرا لكل اللي بيكتب لي كومنت حلو، انا ببقى سعيده جدا والله بالكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها دي بصراحه يعني كده بالراحه خالص. برضو انت بتعمليها عشان تطلع معاكي كويسه ومتبوظ، سهله جدا على فكره يعني اهو شايفين. طبعا اللي احنا مطلعينه ده من التقوير احنا ما بنرميهوش، ممكن بنفرشه تحت في الحله من تحت واحنا بنحطه، او في الصينيه اللي انت بتعملي فيها الكوسه شايفين يا جماعه مفتوحه من ناحيتين اهي شايفين، سهله جدا جدا. كمان واحده نعملها التقوير ده بنعمل فيه ايه، ممكن تعينيه، انا عرفت ان هو بيتحط على العدس، وانت بتسلق العدس بتعينيه في الفريزر، طبعا بتاخديه تحطيه في كيس وتشيليه في الفريزر، وما تيجي تعملي عدس تحط منه. شوف بقى القيمه الغذائيه بقى اللي هتبقى في العدس، غير ان العدس اصلا مفيد هتحط كمان عليه تقوير الكوسه ده، يبقى جميل جدا، يديكي بقى فائده غذائيه عاليه. وكمان زي ما قلت لكم كده نفرش في الارضيه الصينيه او الحله اللي انت بتعملي فيها وانت بتعملي فيها الكوسه. خلاص انا كده بقى هقور كل الكميه دي عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو، هقور كل الكميه بالطريقه اللي انتوا شفتوها، عملت قدامكم كام واحده اهو سهله جدا. شوفوا من هنا رقتها شويه عشان بس تعرفي تفتحيها تكملي اهي كده، وتاخديها من ورا زي ما انا قلت لك بالراحه برضو على مهلك يعني، انت مش ما تستعجليش في حاجتك يعني، الاستعجال على فكره يا بنات اهم حاجه، ما تستعجليش في الحاجه وانت بتعملي عشان ما تطلع كويسه. تمام كده هخلص بقى كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده، انتوا شايفين انا عملتها ازاي اهي، دي كده ودي كده برضو، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. كده خلاص يا جماعه انا خلاص قورت الكوسه كلها بالطريقه زي ما وريت لكم في اول الفيديو اهو، كل الكميه اللي انا عاملاها. عايزه بقى تعملي 2 كيلو 3 كيلو براحتك خالص، مش هتزهقي من عملها اصلا. وخلاص جبت اللحمه بتاعتنا اهي وفرشت مطرق التقوير في الصينيه، عايز تعملها في حله براحتك برضو، انا هعملها في صينيه وعايز تعملها في حله ماشي. كمان التقوير ده احنا هنحط عليه صلصه وهناكله برضو، مش هيترمي يا جماعه، التقوير ده ما بترميش، بتاكليه برضو بصلصه بعيش او برز براحتك يعني. هنبدا بقى نحشي. بسم الله اللحمه يا جماعه ريحتها تحفه، بسم الله اهي كده اهي زي ما انتم شايفينه من تحت برضو، شايفين شايفين، وتوقفيها كده في الصينيه اهي، سهله جدا. اللحمه طبعا فيها دهون عشان كده ما حطيتش زيت ولا اي حاجه عليها عشان هي فيها نسبه من الدهون كده، كله جنب بعضه كده زي ما انتم شايفين اهو، يا رب تكون الطريقه واضحه. طبعا هتلاقي في الكوسه بقى فيها صغيره وكبيره عادي يعني. احنا بقى اللحمه انا عامله نص كيلو علشان هعمل مثلا، عايزه اعمل مثلا رغيف حواوشي مع جنب دي مثلا، او عايزه اعمل كفته هعملها صوابع كفته اللحمه اللي هتتبقى مني دي، عشان كده انا مزوده اللحمه شويه، نعمل جنبها كفته وكده. كده لحد تحت يعني، تنيكي تغطي باللحمه كده لحد ما توصل لتحت وتسيبيها عاليه كده شويه، شكلها بيبقى ظريف يعني، ما بتاخدش حاجه خالص وبتبقى لذيذه. وتغيير برضو عما انت تحشيها رز او لحمه على رز مثلا، ودي نصصنا الكوسه عشان ما تاخدش منكم تعب ولا اي حاجه في التقوير، وتقورها بالمعلقه مش بمقوار ولا اي حاجه، مفتوحه من ناحيتين اهي، سهله جدا يعني اي حد مبتدئ هيعرف يعملها، مش هيخاف مثلا انه يخرم الكوسه ولا حاجه، احنا كده كده عايزينها متوره من ناحيتين. ممكن برضو تنيمي الكوسه جنب بعض، الاثنين جنب بعض كده تخليهم في ظهر بعض، هوريكي ازاي لو هتعمليها في حله ولا حاجه، هتخلي الكوسه دي في ظهر دي كده وتنيمهم في الحله في الصينيه او الحله دي، الطريقه دي او دي صح، اللي انت عايز تعمليه بقى اعملي، انا بوريكي الطريقتين كده. تمام اهي
سهله جدا جدا. نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده يا جماعه شويه شوربه برده كمان اهم، دي كده شويه شوربه وعليهم معلقتين صلصه، وهزودهم للكوسه طبعا عشان هي هتعوز اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده هما دول شويه دول، لان الكوسه اصلا بتسرد ميه، واللحمه كمان هتسرد ميه. احنا كنا محتاجين الشويه الصغيرين دول، وهدخلها الفرن بقى وهوريها لكم لما تطلع. بكده يا جماعه خلصنا خلاص الكوسه المحشيه باللحمه المفرومه. طريقه سهله جدا زي ما قلت لكم، ما بتاخدش وقت خالص ولا بتاخد تعب في التقوير ولا اي حاجه. عملت معاها كمان قرنين فلفل حشيتهم باللحمه المفرومه، ريحتهم بيخلوا الكوسه خطيره جدا وطعمها لذيذ جدا. وكمان باقي حته لحمه صغيره، رحت عاملاها 70 كفته كده صغيرين، وشويه كبيبه زي الكوبيبه كده، حطيت عليهم شويه بقدونس كمان اللي باقيين، ورحت عاملاهم وخلاص. وبقت احلى صينيه كوسه تاكليها باللحمه المفرومه، معاها رز بقى، معاها اللي انت عايزه تعمليه ملوخيه اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم وتجربوا الطريقه دي وتقولوا لي حلوه ولا لا. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. وما تنسوناش بقى في اللايك، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ومع الف سلامه. مع السلامه.